السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج موسى حسن زغب أبو علاء والحاج محمود إسماعيل زغب أبو عصام، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. حاج، بدنا نسأل أو نعيد أو نحكي أكثر شوية عن زراعة الحبوب. شو كانت عم أدوات الفلاحين في قريتكم بما يخص الحراثة والحصاد؟ شغلة بدائية، إحراز على الحيوانات، على والمحراث. يعني محراث شو قطرات على البغل؟ نعم، كانوا تقريبا معظم أهل بلدنا عندهم البغال وعندهم حيوانات، خاصة البغال هذا لأن الفلاحين. نعم، يعني كل فلاح لازم يكون عنده حيوان، لازم يعني بغل ولا بغلة ولا أنا هو حو قدراته اللي بيجيب بغلة. هو صحيح بغلة وبعدين شهد إلى محراث، يعني لأن المحراث هذا بيحرس أولا أراضي الفاكهة ولا الحاجة كلها ولا الزيتون، هذا بده حراس. يعني كذلك أحراث الشعير والقمح كلهم. نعم، بيستخدموا المحراث دائما. بس البغال حجي، ولا كان في البقر كنت تستخدموا الحراث؟ لا، البقر ما كان، لا ما بقر ما في، يعني ضعيف عنده حمار قوي، حمار بغلب وبغل. الجمل استخدموه طول الحراثة؟ لا 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 ابدا، ولا كان في بلدنا جمل. طيب ابدا ما استخدمتوا عمي التراكتور؟ ابدا ما كان فيه. ولا المسيحيين؟ لا لا، انا انا بلدنا جبليه والتراكتور بده سهل. ايوه صحيح، انه هذه حبايل هيك، كيف التراكتور بده يعني حبايل جبل؟ ما كانش زمان موجود هذا كثير. طيب حجي، بعد ما انتم كنتوا تزرعوا القمح او تبذروا القمح او الحبوب، كان يجي موسم الحصاد؟ نعم. بيش كنت تحصد بها؟ يا ويلي علينا ايام الحصاد. بالمنجل. كانوا زمان الناس يتجوز واحدة وثنتين وثلاث مشان يخلف اولاد، اولا مشان يساعدوه في الزراعة. عمال يعني، خلف عمال. خلف عمال وللطوشات. اقول للطوشات مشان يقولوا ابن فلان ما حدا بيقدر يعمدوه لانه عنده 6-7 شباب. عزوة. وكانوا والله داس فيهم الخير، كانوا يستعينوا او ان احنا نحس هذول كانوا يزرعوا قمح وشعير وكذا، احنا ما عندنا زراعه قمح، عندنا فواكه صحيح، لكن يروحوا الناس يساعدوا بعضهم، كانوا يقولوا له عونه. عونه ايش؟ يغدوهم ويفطروهم، خلص ما في يعني بين الناس فلوس. نعم. طب النساء شو كان دورهم عمي في عمليات؟ يا ويلي عليهم ويا ويلي على امه، هذا شو تعبت؟ طبيخ وحراس وبحاشة. كان الحيوان يحرس ويخلي جنب الشجر، ما يقدر يقرب على الشجرة. كن النسوان هذول وزلام أولادهم كانوا يكملوا اللي ما يصلوا المحراث، كان يعني بالإيد يحفروا. ما النسوان كانت تتعامل يعني حياتي من بتقول يوم اتجوزت ثاني يوم العرس، يعني يوم العرس ثاني يوم الصبح شرحت عليه. أجا حياة سيري نبهها مبروش البارشي، يلا قوم. أخذت السل بتاعها راحت، ما كان في وقت الزيتون، راحت تجول الزيتون هي وأبويا. العروس كان روح العروس. العروس هذا شهر العسل. هذا سنة العروس، هذا شهر العسل. طيب حجي، كان أيضا يغمرن النسوان، كانت تولد ثاني يوم تسرح. يعني بتقول أمي لما ولدت أنا، كان عزمن يوم ولي العهد في سنة 29، يوم ثورة 29 في القدس، بقى حياة أبوي في القدس، وهي بكينا معزبين في التروب والزلزال، وإحنا معزبين في وادي ياسين في البر. أجت صار محط طرق، أجت بتقول لحياة ستي اللي هي مطعمها، حياة ستي بتقول هاي صار معي طلق، والله بدي لنا كده. طيب روح على البلد تصور. مشي مشي حوالي 3-4 كيلو من التمشي. جبت لها طريق، كان راحت وكان بكثر روح، كل ما تيجيني الطلقه اقعد على هالصخره واتالم اتالم، بس تخف شويه اعود امشي. تمام، وصلت البلد، راحت عند الدايه بتاعتهم عند علي الناجه، جابتها وقالوا ولدتك بعدين. تصور. يعني المرة تمشي
يعني لما تكبر سارحة في البر في الجبل وبدها تولد ويجيها الطلقة تروح مشي. في واحد اسمه محمد البسطي عاش ومات هون، مرة أمه سارحة فيه في هذا، كان زمان عشان المرة تتعب كان ما يكبر المولود في بطنها، مش زي اليوم راحة يكبروا كله يفتحوه الفتح على أساس صار هذا وزنه زيادة. فهذه المرة سرحت، بعدين جاءها الطريق في الطريق وسحب منها الولد، سحب منها الولد، وقع الولد على حجر على حجر هيك، والله إنه مات، مات وهو علامة الحجر غميقة في رأسه في العظم بعد عمر طويل. يا محمد البسطي، البسطي محمد البسطي، محمد البسطي أثار الحجر دخل في رأسه وظل علامة لحد مات، ولفته كانوا يلبسوا هاي، لفته بهالإحرام وقطعت هذا وروحت. شو برضو شو برضو قصة يعني مروية، سطاف بعيد عن القدس حوالي 15 كيلو ولا 10 كيلو قرية سطاف، فكان يجينا النسوان من سطاف يحملنا السلال على روسن وروح نبيعنا في القدس. بقول لما يجوا يمروا حياة أبويا في الحيلة عندنا في وادي ياسين، في عندنا أرض على الجنب الطريق بتاعهم، سوالي محطة سوالي محل مشان تتريح المرة، مشان تنزل اللي عرفتها لما يجي سل، كان يكون سل هيك مليان، والله والله جحش ما يحمل، كانت تعمل. فبكينا النسوان لما يجي 15 كيلو تمشي حملته، تحط السل على هال تتريح، وقاعدين يتريح. وبكين يطلع من نص الليل كمان يسن الكتب الصبح. اه كان ففي يا سطافيه باكي حامل، فحاطه سلها على حيلتنا كمان درعم خارج، وكانت متريحن وهي واقفه ما شفن ولا الولد بفرخ ولا صاحباته شو فيها شو فيه؟ أقول شني ولدت مش دار الحال الحمد، وشني ولدت كان يعني ساكت من بين جريها من التعب، ما كانش يكبر، ما كانتش تشعر فيه، صار صيح طب شو بدها تسوي؟ سلم حاجة، أخذت لابنها وراحت عند حياة عمتك شيخة شيخة على الشارع، قالت له والله حاجة ولدت هنا وفريلي بس خليلي هالولد هذا عندي كان عبيد ما اروح تكمل المشوار اودي هالسل ابيعه واروح، قال خلي قال بس تخني لها شويه مي ان كان بتشطفي ولا حاجه، قال طيب، وهي شطفت حالها وراحت على الكرسي باعت سلها ورجعت حياه عمت الشيخه نظفت الولد اعطتها اياه وروحت. طيب يا حجي اثناء عمليه العونه واثناء عمليه الحصاد كان يكون في اهازيج معينه للتحميس ال كان في لابد كانوا في بس في اهازيج حلوه والله ناسينها نحن عشان السنين 60 سنه 70 سنه. بعدين العونه مش بس في الزراعه والحصاد، كان العونه واحد يبنوا له بيت ما يدفعش تعريفه واحده أجرة، كانوا الناس يساعدوه، نعم. يعني يبنوا له بيت ما كان واحد يدفع، كل الناس عندهم صناعية، القصير قصير والنجار واللي يعقدوه هذا ما يدفع تعريفه، يغدوه ويروحوا، يعني مش بس العونة بس في الزراعة، في أي عمل الناس يتعاونوا على عليه بدون أجر. كان عندي العقد يجيبوا الناس الكرد، يجيب واحد خروف ولا جدي ولا حاجة، كله يجيب لي إياهم يذبحها ويغذي العون اللي جايين عنده يغذيه من انكوت الاجر. طيب بدي اسال حجي انه بعد عمليه الحصاد وين كانت بياد القريه؟ في نفس القريه، قصدي باي جهه من جهات القريه يعني؟ كل واحد له مكان، ما فيش مكان معين، يعني في كل الجهات القريه كان في بيت. ايوه ايوه كان في بيت لكل واحد يلاقي له محل سهل ويحط هذا ويدرس، كان يدرس بدائي يعني. شو كيف على لوح؟ على لوح، كان لوح لوح هيك زي الباب، زي الباب ابو دفي واحده خشب، نعم. يمكن طوله مترين
وعرضه متر، يربطوا مع البغل ويدور البغل عليه حتى كانوا الاولاد او صاحب هذا يخلي الاولاد يركبوا عليه عشان يسوي ثكل. وكان هيك يعني شغله بدائيه خالص. وبعد ما بعد عمليه الدرس عمي شو كان؟ كانوا يذروا، كانوا يذروا هيك بالكريك. كريك ولا مدراه يا حمد؟ مدراه. مدراه مدراه نعم زي الكريك. كانوا يجوا يعني يساعدوا يساعدوا صاحب هذا لما يخلص الدرس وجمع هذا يقول في مدراه يتصل في فلان جاره ولا زي ابو سعيد ابراهيم يجوا على الجرن. بكون يجوا على الجرن يساعدوا سيدي وابويا يساعدوا. وقعدوا في الليل بس ندور شوية الهواء. لازم يكون في هواء. لما يعمل هيك مشان يطير التبن. وظل الحب. طيب كانوا ايضا يغربلوا القمح. يغربلوها. بعد ما يذروا طبعا يظل في يعني حاجة. يجمعوا هذا في غربان. يهزوه يطلع الصرار ويطلع المساعدة ايضا عمي كانت او العونة في في كل شيء. لما كانوا يذروا القمح كانوا يساعدوا بعض ايضا؟ كانوا يساعدوا في المذراء وفي الحراس وفي الحصيدة وكل شيء كان يساعدوا. هذا بده صاحب مهنة يعني زي بيعرف يذري. الواحد يكون متعود اذا بده يساعد جاره وصاحبه. نعم. يكون عنده خبرة في الشغل. طيب عمي تخزين القمح وين كان يتم او كيف كان يتم؟ ايوه كان زي القطين يحطوا له شو اسمه؟ كان في خيخ خيابي يعني. خوابي من طين. من طين يسوون هيك يحطوا فيها. في البيوت يعني؟ في البيوت ومرات في براميل يحطوا برميل يحطوا فيه العدس كانوا يحطوا في البرميل اللي استعملوه. طيب حجي كان في بوابير طحين في القريه؟ طبعا. كان في كان بابور طحين وعصر الزيت. يعني كل ما عصرت كان في عندها بابور طحين. يعني نفس اصحاب ال نعم عندهم بوابين. طيب نقل الحبوب او الزيتون من البيت لل اجل لك الله على الدوام. على الدوام. طيب حجي كانوا كثير الناس تعاون يعني انا احنا مع الناس بغل مثلا كانوا يحملوا لي شوال الزيتون ويربطوه وجيراننا او اصحابنا او اقاربنا عندهم هذا يعطونا يستعينوا البغل اخذوا انا على الدار ونزلوا ورجعوا. طيب حجي بدي نسأل سؤال بدون ذكر أسماء، هل كان في هناك حدا يشتغل بالفايض في القرية؟ ليه؟ بالفايض. بالفايض. لابد إلا فيه. تعرف ما سمعت فيه. أبو عصام سمعت فيه؟ لأنه ما كانوش محتاجين إنه يشتغل واحد بالفايض. يعني سكان البلد كانوا متعودين على حياتهم البسيطة أول بأول. والبسيطة مش معتادين على ما عندنا خلفية ما سمعناش يعني ما سمعناش أبدا لأن ما كانوا يحتاجوها يعني. وما كان في حد عنده مصاري زيادة اللي داين ومسخر ما في كان كل الناس زي بعضها. كان في بكل بيابي تتفول واحدة مثلا تترمل صغيرة يموت جوزها وعندها شوية أولاد زي مثلا أم إبراهيم هادي هذه المرة هذا ترملت وهي عمرها وأبو طارق عمرها 4-5 سنين بدها تربي ابنها وبنتها فهي صارت تتفول يعني تشتري غرض تشتري زيت تشتري حاجات وتروح تبيعها تربح يعني تجارة كرش كرشين غير يعني أراضي. نعم. طيب حجي حكومة الانتداب البريطاني كانت تقدم أي مساعدة في مجال الزراعة إرشادات بذار قروض؟ ما كان. طيب بالذات على الخضار أو على الفواكه أو على الحبوب يعني على الإنتاج الزراعي كانت حكومة الانتداب البريطاني تفرض ضرائب معينة؟ لا ما كان. أبدا. طيب ضرائب بس على الارض يعني على الارض الارض كروش يعني يطلعوا مثلا خبير للارض تقدير يقدر هذا الزيتون هذا مثلا كذا عندك كذا زيتون يقدر لهم قديش دخلهم سنوي حدد زي الضريبه هاي عندك مثلا فاكهه عنب وحاجه يقدر قديش دخلهم سنوي حطت له مثلا 5 ليرات 6 ليرات
حدد لي يعني الضريبة، بس ضريبة. طيب حجي، بدنا نسأل عن الحمضيات، هل زرعتوا حمضيات في القرية؟ لا ما كان فردية يعني. فردية، واحد شرع، واحد حط له ليمونة، واحد حط له شغلة، لأن بلادنا باردة ما بعيش الحمضيات. ما بعيش لا هو ولا الموز. ولا الموز. طب زرعتوا الدخان يا حجي؟ لا لا لا، أرضكم باردة برضه. برضه بده مناطق غير مناطق. حاضر صح. السمسم والدخان والبرتقال وهذا كله بده مناطق دافية. بده سهول. ساحل. نعم. طيب حاجة بدنا نسأل عن الثروة الحيوانية، شو كانت يعني اهتمامات أبناء قرية عين كارم في الثروة الحيوانية؟ شو الأنواع اللي كنتوا تهتموا بتربيتها؟ ما إلها يعني أهمية كثير، كان بعض العائلات أو هاللحام يكون عنده شليت غنم، كان يكون شليت غنم. نعم. مش يعني تجارة يعتمد عليها. اللحام يكون عنده مشان يذبح وكذا، وعنده راعي. نعم. وبعض الناس اللي عنده راسين ثلاثة أربعة بيطلعوا لأولاده وبيرعوه، ما فيش يعني هذيك الثروات، الثروات اللي لها قيمة يعني. أنا بكل واحد فلاحة في البلد يربي لها ناجح أو شاب شاشة مية بقول لك مشان الحي، تعشر وتخلف لها ولد اثنين ملح، هذا مشان بربيهن للعيد مشان البحن عليه. وبظل هالشاب عنده، يعني ما كان في حدا من ابناء قريتكم عنده ماعز او اغنام؟ في كان راوتين او ثلاثة يعني. راوتين لكل القرية يعني ولا؟ لا ايوه يعني لا يعني في ناس رعاية يعني. نعم. اسمه يعقوب عنده لحامات. لحام عنده سيرة غنم، وفي عنده راعي، وبوكل الراعي بيجيبه من برا طبعا مستاجره. وصاحب الغنم هذا غير اسماعيل يعقوب، مين كان في عندهم؟ في علي البدوي، محمد البدوي، حجي محمد البدوي، وبعدين في علي اللي جرب علي شو اسمه علي بدية، البكر في اللي فوق في الحوش هذا البكر. لا ما فيش هذيك ال يعني اثنين ثلاثة بس بكوا عندي من شوية رعيان غنم. نعم. طيب حجي أبقار، في حدا اهتم بتربية الأبقار؟ في يمكن اثنين، واحد عنده بكرة أو بكرتين بس مش بكرة يعني. في كان العرب عنده، العرب عنده العرب، العرب العرب كان عنده يعتمد عليه يعني يربي العجول والحليب وكذا يعني، هذا رئيسي كان. نعم. يعتمد عليها شغل. يعني هاي كان شغلته يا حاج. شغلته. أما باقي بيوت القرية ما فيها بقر كان. ما في، لا بد تحصل عن واحد عنده بقرة عنده شغلة بس. نعم. قليل. طيب حجي اللي كان عنده أبقار أو أغنام كانوا يصنعوا حليب، يصنعوا الحليب مثلا ولا؟ يصنعوه؟ نعم. يعني يسووا جبنة وسمنة وبعرف. نعم نعم. ما كانت هذيك الكميات اللي تزيد يعني. طيب اغلبهم كانوا يبيعوا حليب. من وين كنتوا طب تأمنوا هذه المادة، مادة الألبان والحليب و... يعني هو انت بالك من كثر ما كانوا الناس يستعملوا هاي المواد؟ ما كان، ما كان يعني الجبنة، الجبنة كل البلد يعني عائلات يمكن ما كانوش يعرفوا الجبنة. يعني مش ما كانت هذا اللي عند غنم. احنا مثلا كان عندنا راسين غنم، فكان في أيام الصيف لما يولدن نأخذ الحليب بتاعهن، ما نشرب مش الحليب، يجمع حياة ستي ولمي، وبعد الجمعة حطوا له مش عارف إيش بيصير لبن يعني، مش عارف إيش يسووا، وبعدين كان يخلوا حطوا في هذا يصير حليب، يصير لبن زبدة ويطلعوا زبدة. طب شو في حيوانات أخرى حجي اهتميت في تربيتها؟ مثلا البغال كان فيه اهتمام. طبعا البغال مهم جدا مشان الزراعة، هي الحيوان الرئيسي يعني الأكثر وجودا هو البغل. طيب الخيل الأصيلة حجي، حتى ربى خيل أصيلة؟ خيل ما في. طيب الحمير أجلكم الله؟ فيه
بس اقل من الغالي. طيب حجي اجلكم الله، القطط والكلاب مثلا كانت متوفره في القريه ولا ما كانش لها وجود؟ لا كان موجود، كان موجود في كل بيت تقريبا، كان موجود يعني كل بيت كان تقريبا يربي له كلب. نعم. يعتمد عليه على الحراسه، على حراسه الدار ولا حراسه. نعم. والقطط كانت بالطبيعه مالوفه يعني مالوفه. طيب حجي الدواجن كانت متوفرة بشكل كويس؟ طبعا أغلب البيوت كلها فيها حمام ودجاج. غير الحمام والدجاج حجي؟ يعني شغلات ممكن يكون بطة، شغلات قليلة يعني ما في اهتمام كثير. الدجاج والحمام. الدجاج والحمام. طيب أرانب حجي كان موجود؟ أرانب فيه طبعا. في حدا من أبناء القرية اهتم بتربية النحل يا حجي؟ لا. نحل. مناحل ما عندنا. منحل. ما عندنا. طيب حجي حيوانات برية، حيوانات يعني مفترسة أو برية أليفة مثلا غزلان أو ضباع أو كان في؟ كان في موجود في الخلا. نعم بالخلا. في البيوت لا. لا بقصد في الخلا. طيب مثل شو اللي كان موجود يا حجي؟ ضبع في هذا، غزال في، صيني صيني شو بكون ثعلب، ثعالب كان موجود. دبع يا حجر، دبع من قصيرة الثالث. طيب حجي كان في طيور برية أو طيور مهاجرة غير الحمام يعني؟ في شنار كان. نعم. يطلعوا الناس يصيدوه. وحمام بري وأرانب برية كانوا يطلعوا الصيادين يجيبوه. هذا من موجود يعني في البر. طيب حجي بدنا نسأل أبو علاء، شو حضرتك اشتغلت غير انك كنت طالب؟ غير طالب؟ نعم. في البلد يعني؟ وانت في البلد حياتك قبل الهجرة؟ لا قبل الهجرة يا حاج. لا وانا في البلد كنت طالب بس يعني ما اشتغلت شيء ثاني. لا الا بكيت اساعد ابويا في البر في حرتين؟ بكي ياخذني يدربني كل تعال امسك الحال يعني كنت متدرب بس ما كنتش لا لا ما كانش اساسي لا كان صغير نواعم كان 10 12 طيب ابو عصام اشتغلت شيء؟ ايوه انا ايام فلسطين قبل ما نطلع انا خلصت الصف السابع في مدرسه بلدنا بعدين رحت اتعلم صنعه في مدرسه شنلر اسمها شنلر في شو اسمها محليوده كانت في القدس كانت اسمها دار ليش دار الايتام السوريه وكان كل المعلمين والاداره كلها المان هي لا تدري هي موجوده في امريكا في دور شنلر يعني شنلر شنلر هو الماني شنلر الماني اما ليش كانت دار الايتام السوريه ما بعرف كان فيها عده صنع منها نجاره فانا اشتغلت سنتين نجاره كان 4 سنين مشان اعطوه دبلوم سنتين درسنا فيها وبعدين كان في يعني صنعة ودراسة عادية عرفت؟ فخربت البلاد واحنا بس درسنا سنتين. طيب انت اشتغلت في نجارة في البلد حجي ولا؟ لا لا كنت الساعة في المدرسة. المدرسة كنت كان هاي البلاد داخلية بس انا كنت اروح على البيت كل يوم. طيب ابو علاء والدك شو كان شغله؟ هو نعم فلاح زراعة فلاح وملاك يا حاج ملاك والدك ابو عصام شو كان شغله؟ ابوي كان بنى بيوت حجر بنى الحجر هذا نعم طب كان يعني عمله فقط في القريه ولا كان يطلع خارج القريه؟ كان يطلع برا كان يطلع برا يعني انا مش ما كنت اروح على عمواس ولا ابو غوش وهذا كان يبنى حجر طيب بشكل عام ابناء القريه شو اشتغلوا حاجه شو كانت مهنهم غير الفلاحه وال اغلب اخشى يعني بلدنا مشهوره بعمليه دك الحجار والبنى الحجر هاي اكثر شيء يعني انا بذكر انه في اجى واحد تبع المانيا اسمه زور كنائس في فلسطين كان ابن عم إلنا أو عم إلنا كبير كان مشهور بالبنى على مستوى القدس في فلسطين وأعطاه شهادة شو اسمه هذا الألماني
يعني كانوا في بناء يعني مثلا هذا الزلمه يقال عنه شو اسمه حاج هذا اسمه خليل سعيد نعم. ابو المختار تبعنا هذا بيقال انه كانوا يبنوا في قوسين قوس من هون قوس من هون كيف هذا الزلمه بده يضبط يلتقي القوسين هيك مش يجي واحد هيك وواحد هيك فاعطاه شهاده كبيره غليوم تبع المانيا نعم اللي اعطاه شهاده كانوا مشهورين في البناء كانوا يحفروا شغلات فنيه حمام وطيور ويعني فنانين في شغله التقفيله طب حجي في حدا اشتغل في البوليس او في البوليس الاضافي طبعا تتذكروا مين مثلا اشخاص اشتغلوا في كثير اذكروا لنا بعض لي اخو انا اسمه حسين اشتغل بوليس في غزه ابن عم لنا اسمه سعيد ابراهيم سعيد يوسف سعيد برضو كان بوليس فلسطيني محمد سعيد بعدين حزين هذا الشاعر علي خالد وعلي خالد و محمد خالد راح على الشريط الاحمر واحمد خالد الشريط الاحمر زنار الاحمر زنار الاحمر بعدين الله وصلت محمد اسماعيل دودو اللي كان مختارنا كان برضه بوليس صار بعشرات فيه كان فيك بيجي يمكن 100 طب محمود عبد الله سينا ابن عمنا محمود عبد الله بكي بربي عمان هاي عمان تبعك هاي كان مربيها هو كان بوليس فلسطيني ولما هذا اخذتهم من الاردن يعني مدربين جاهزين خبره طيب في حدا كان يشتغل في القدس عم باعمال يعني تجاريه او باعمال مصرفيه او موظفين نعم موظفين ولا تجار؟ تجار وموظفين يا حاج في موظفين كانوا مع الحكومه يشتغلوا في تجار تاجر بس في بضاعة البلد يعني نعم يعني طب انتاج البلد هم يروحوا او يجيب بضاعة يبيعها للبلد طب مين كان في موظفين في حكومة الانتداب يوسف ابراهيم نوارة يوسف ابراهيم شو كان يشتغل محمود الخطيب نعم شو كان اعماله واخوي حسن كان مساع واشتغل مع الدولة ويوسف و كانوا دوائر حكومة شو الدوائر تبعهم تتذكر شو وظائفهم يا حجي كتبة في الدوائر كتبة اما اخوي كان مساح طب في حدا كان يشتغل ب معسكرات الجيش الانجليزي حاجه كعمال نعم كثار موسميين ولا على طول كان شغل على طول طيب اذا بدنا نسالك عمي ابو علاء والدك عليه رحمه الله شو كانت عنده املاك من الاراضي في ما نعم. كان له شيء باسمه كان ابوه موجود طب جدك شو كان عنده املاك يعني كم كان عنده اكثر من غيره اكثر يعني من عندنا يعني 10 دونمات مثلا يعني من كل جبال البلد فيها اكثر فيها اراضي قديش بقول لك تقديرك كم دلم والله ما بدي مئات لا في مئات الدونمات تتذكر اسماء المناطق اللي كان فيها الاراضي يا حجي شو تفضل قول مثلا وادي ياسين وادي دير ياسين كالعات والسطحة وبعدين عين روس نعم وعين الحنو والزرب نعم شعب زابط وخلت الطبيعة وبعدين التعامير والخارجة إلهم أرض طيب شو كانت عمي مزروعة هذه الأراضي؟ فيها زيتون وفيها فاكهة وفيها جناين فيها جناين وفيها هذا شو المقصود شو المقصود بالجناين يا حمدي؟ خضار يعني؟ خضار إنه مسكية بمي طيب يعني. أبو عصام شو كان والدك عنده أراضي؟ إحنا عندنا أراضي أقل منهم لكن كان عندنا إذا تقول نص جبلين جبل اسمه الجنوبي او الكبلي كانوا يقولوا الكبلي والشمالي نعم وبعدين ما بينهم جاي فيه هيك زي واد برضو هذا في لنا اراضي فيه كم تقديرك يعني كم دونهم؟ والله ما بعرف يعني بدون 20 30 دونهم ما بعرف طبعا في زيتون اما زراعه على المي ما عندنا هذول عندهم نعم احنا عندنا زيتون وعندنا فواكه طبعا عمي هذه الاراضي كيف يعني تم يعني خلينا نقول تسجيلها باسماء
هذه الناس؟ هل كانت مثلا ميراث ولا كانت مشترى ولا؟ والله في ناس يعني اخذوا ارض من ابوهم وزادوا، في ناس اخذوا من ابوهم وباعوا ونقصوا نقصت. اه في ناس بيحبوش يبيعوا، في ناس بيحبوا يشتروا. طيب بدنا نسال عن بيت ابو علاء، تقدر تتذكر البيت بيتكم في فلسطين يا حجي في اي مكان؟ ولا كيف بالحجر بعرف. تقدر توصفنا بيتكم يا حجي؟ توصفنا اياه كيف كان مبني، كم غرفه كم طابق؟ طبعا السؤال يعني مشترك، بس خلينا نبلش في ابو علاء الاول وبعدين ابو عصام. تفضل ابو علاء. بيتنا دورين، الدور الاولين تحت في ديوان بالنص ماشي كردور كردور، في من هنا غرفتين ومن جهه ثانيه غرفتين، اربع غرف. وبعدين بيطلع من بتدخل من الباب وبتطلع من الدران، بعدين في فوق في غرفه للبغل حيوان، وفي طابون نعم، وفي حمام، وفي بيت خارج، وفي برضه غرفه حطوا فيها الكشف وحاجات، وفيها شجر، فيها شجر مشمش وشجر التوت. والدور الثاني برضه في براندة طويلة وفيها ثلاث غرف نوم. نعم. مع حمامات ومنافح. طيب حجي البيت من ايش مبني؟ من حجر ولا من بطون؟ من حجر، لا من حجر. من حجر. احنا اهل البلد ما بكوش الحجر. طيب كنت واعي لما بنى هذا البيت يا حجي؟ واعي الدور الثاني. الدور الثاني. الدور الثاني هو عيشة. تتذكر مين بناك وياه؟ حياة عم العبد و أبو يعني. نعم. أنه ثاني. عم عبد الله يعني؟ عبد الله. والعم خالد. عم خالد يعني. عم خالد بكشف. كشف بنا. بس حياة أبوك و... طيب حجي البيت شبابيكو من زجاج ولا من خشب وبابه؟ لا من زجاج وحديد. زجاج وحديد. والابواب يا حجي؟ الابواب، الابواب تحت من خشب يعني خشب وحديد، بس الدور الثاني فوق من حديد. طيب بيتكم كان له حوش حجي او يعني سور؟ طبعا في مدخله، في ساحه، ساحه من هنا وساحه من هنا، الساحات يعني فيها زراعه، فيها كينيا، فيها شجر فلفل، فيها ثروه. وبعدين بانين فيها برضه غرفه صغيره للمطبخ ولا حاجه، بكون يحطوا فيها يعني اغراض هيك يخزنوها. طب هذا بدا. وبعدين الجهه الثانيه تطلع من الغرفه على الجهه الثانيه، في برضه ساحه فيها مشمشه، فيها توته، فيها تهويه يعني تهويه. يعني حوالي واسعه. طب وين كان موقع بيتكم في القريه يا حجي؟ موقع في حاره بسموها في نص البلد، في سنتر البلد، قريب على العين. قريب على العين، في حاره بسموها المرج. سوق سوق يعني. يعني حارس نحن نسموها المرج. طيب ابو عصام تقدر توصفنا بيتكم اذا متذكروا؟ قول له كيف؟ تفضل يا حاج. احنا جاي بيتنا في منطقه بنت جديد غير عن البلد، يعني الاصليه او كل بلد في سنتر، في بلد قديم. نعم. احنا جايين في المنطقه الشرقيه. نعم. عالي يعني في جبل عالي. طبعا هاي الارض كانها كانت مشتركه لثلاث اخوه، أبوي وعمي والعم الثاني، فكان هي القطعة فيها سكن للثلاث، يعني هي بتقول خمسة دلم، قديش مساحتها ما بعرف، إنما يعني كل واحد مبين له الأرض اللي له والبيوت الغرف اللي له. نعم. إحنا كان عندنا أربع غرف، بعدين فوق غرفتين خمس غرف. نعم. طبعا في لهم مطبخ، لهم حمام،
في بير مية، في شغلات دية، برضه حجر مبني حجر لأنه أبوي بنى. كم غرفة حاجة قلت لي؟ خمسة. خمس غرف. طيب ليش مقسمة هذه الغرف؟ يعني شو استخداماتها يا حمد؟ استخداماتها مثلا تجوز أول واحد أبو العبد الله يرحمه سكن بغرفة، حسن تجوز سكن غرفة، ذول الاثنين تجوزوا زمان. بعدين كان لنا مرت عم برضه كان متوفي جوزها كانت ساكنة بغرفة، وبقية العيال ساكنة بغرفتين. طيب حاجة أيضا كان في مثلا قناطر أو أقواس في البيوت؟ نعم كلها كانت أقواس وقناطر. إحنا بنانا بعد هذول برضو بنوا الطابق الثاني على طريقة جديدة اللي هو طول زي هيك، لكن أغلب البيوت القديمة كانت من أقواس وشغلات ما فيهاش بطون بالمرة. طيب وأيضا الشبابيك البيوت عم زجاج ولا خشب؟ لا زجاج. الرجال مرات كانوا يسووا زي ابو دورات من برا خشب يعني يكون مشان المطر يوم الشتاء. نعم. اما هو قزاز العادي وحديد الحراميه وشغلات، ما هو غرف العادي. طب كنت واعي لما بنى هذا البيت حجي ولا كان قديم؟ لا والله ما كنت واعي لسوء الحظ. انا بعرف اخر غرفتين كان اخوي بده يتجوز ابو وائل حضرنا البنى تبعهم. اما الاولانيات لا والله. مين بنى لاخوك ابو وائل؟ طبعا ابوي. ابوك اللي بنى. ما جاب بنا يعني؟ لا كانت حولي بس ما قلت لك، كانوا الناس يوقفوا مع بعض الموقف. طيب السقوف عمي كانت شو؟ الأخيرات الأخيرات هو إحنا بنانا من الموديل الحديث كله زي هيك بطول ما عندنا الأقواس. الأقواس كانت في الساحة، الساحة تبعنا المضافة وحول البلد المناطق هاي. انتوا برضو بطون السقوف تبعكم التحتاني كمان؟ فيش فيه هذا معناه بنا جديد حديث. طيب حج البيوت كانت في القرية في وسط البلد مثلا في وسط البلد، كانت متلاصقة ولا كانت متباعدة عن بعض؟ والله في أماكن قريبة على بعض وفي أماكن شوي أبعد، في مثلا شوي زي حارة مثلا زي حارة الغوار متلاصقة دار بعد دار وفي بينهم طريق ضيق، في زي حارة مثلا طبعا الحرج على اللي ناحية دار الخطيب كانت في أرض واسعة حوالي البيوت والنوادر، في بعض الحارات وفي بعض الحارات اللي هي بنى جديد هذا توسعت. لما كل بلد في تتوسع في هذا بنى حديث وفي تهويات وكذا، البنى القديم ما فيه. طيب حضراتكم يعني بتمتلكوا ما زلتوا أوراق ثبوتية الأراضي قواشين طبعا طبعا كله موجود. موجود أبو علاء كله موجود؟ موجود. أنتوا عند مين موجود عندكم؟ عند مش عند أبو هشام ولا عند أنا عند ولاد عمي. موجود. طيب حجي لو بدنا نسألكم عن يعني يعني هل كان في طوابق ثانية غير بيت عمنا أبو علاء؟ كان مشهور مثلا أنه ينعمل طابق ثاني؟ كثير في كثير في يعني في أكثر من طابق ثاني يا حجي؟ في ثالث طابق؟ لا قليل بس معظم دور بلدنا يعني الدور ثاني. كانوا يقولوا له علية يعني يسوي دور الأولاني أو أحيانا يسوي دكاكين تحت يبني فوق يا مثلا المختار تبعنا عبد الله سعيد كان عنده طابق ثاني اسمه علية، كان يجوا عنده ضيوف انجليز وحكام وكذا كان له بيت كويس. نعم. طبعا من اشهر وجهاء القرية اللي معروفين باصلاح ذات البين او طلب يد العروس او تصدر الجهات مين هم يا حمد؟ والله غالبا اللي كان يقوم بهذا الدور المخاطير. نعم. وبعض أحيان مثلاً يستعينوا في بعض وجوه طيبة أهل الخير، عرفت؟ مثل مين أسماء حجي يعني؟ يعني المخاطير كانوا تقريباً في أكثر المناسبات يكونوا حاضرين. نعم. عبد الله سعيد، عبد الله خليل سعيد، محمد عبد الله هذا محمد عطية، محمد عواد، خليل سالم، أنطون عبيس
طول عبيس عن النصارى، يعني أربعة مسلمين واحد نصراني. إبراهيم فضة. لا إبراهيم فضة، إبراهيم فضة. لا إبراهيم فضة لما كان نفسه عم عبد الله. مختار ما كان، صار مختار يمكن مرة. صار مختار. مرة بس يعني عم عبد الله كان أثبت منه. هذول عمي مخاتير. شو ذول أربعة مخاتير مسلمين واحد مسيحي. أربعة واحد مسيحي. طيب مين كان أيضا وجهاء آخرين مشهورين بإصلاح ذات البنية؟ يا سيدي في حسن جبر. من أي عائلة حسن جبر؟ من أي عائلة؟ دار علي. نعم. دار علي. خليل منون. هذول المعروفين كان يعني. كان حياة سيده برضه. بعدين سيده رحمه أحسن من الأربع مخاطر. مين هو؟ الحاج مصطفى علي. مصطفى علي. وكان مشاكل البلد يعني. مشاكل البلد هون مش هون هناك. طيب حجي مين كان مشهور في القرية بالغناء بالحداء بالشعر بالعزف على الناي أو الجرغول أو الدبكة؟ مين يعني أشهر الناس في هذا الجانب؟ والله كانوا الناس لما يروحوا للمناسبة على القدس لما في كان مناسبات كانوا يدبكوا وغنوا أغاني حلوة. وما احنا مش حافظ ايش انت منها؟ دلعونا ودلعونا. يعني كان في اشياء حلوه. ناس كثار يعني اللي يقولوا هذا الكلام. منهم مين اللي كان مشهور بهي الشغله؟ يعني مين كان يعزف على الناي مثلا او على الرغول يا حاج؟ والله كانوا هذول الرعيان اكثرهم اللي كانوا. مين هم وشو اسمائهم يعني قصدي؟ واحد من دار ابو ديه اسمه مصطفى ابو ديه. نعم. كان ينغم كويس. على الشبابه ولا على الغول؟ لا على الشبابه. نعم. بعدين كان واحد راعي لدار يعقوب مش من بلدنا. نعم. التعمري هذا اسمه محمود التعمري. طب مين كان صوته حلو؟ حسن جوده هذا مره هو في البلد. في الأربعينات أول الأربعينات. حسن جودة من هذا بكى سوى ربابة وتعلم على الشعر وحفظ ذاك من قصيدة شعرية وبكى فعلا في التروب يعني واحنا معزبين بكى حياة سيدي وعم جودة وبكى يجي حياة أبوك قالوا له إنه تعال يا حسن سلوا بالبر سمعنا منها اقعد السير ينشد لهم. طيب بالأعراس عمي مين كان صوته حلو ويغني ويرد على الشباب ويرد على الرجل؟ مين كان مشهور بهذه الشغلة؟ طيب ما كانوش يغنوا يعني كان بس يعني تطلع أحيانا يوم العرس يطلع الزفة يكون مجموعة الشباب يغنوا مع بعض حاضينا كم من بيت شعر ولا طيب الدبيكة يا حاج مين كان شاطر بالدبكة؟ الدبكة بلدنا مش مشهورة كثير مش كثير الدبكة يعني أهل بكتير جنبينا بدكوا أحسن منا الدرياسين بدكوا بقولوا كلام أحسن منا وإحنا جنبهم وإحنا بلد أكبر منهم كانوا أكثر عنا عندهم أعتبرها متطورة يعني تخلوا عن الحاجات القديمة صاروا أرقى يعني؟ طيب حجي كان في عندكم شيخ أزهري في القرية؟ كانوا أربعة خمسة هين هم يا حجي؟ الشيخ عيسى منون كان كان إحدى علماء الأزهر وله كتب لليوم تدرس ما شاء الله الشيخ عيسى منون نعم الشيخ إسماعيل الخطيب الشيخ إسماعيل سمرين في واحد من الحارة شو اسمه؟ واحد من الحارة كمان معروف أنا ما كثير منيح كذا سالم اسمه سالم؟ دار سالم. ما تتذكروا اسمه حجي؟ يا سيدي خليل سالم خليل سالم مختار؟ هو نفسه؟ لا واحد على اسم سالم طيب في غيرهم حجي شيوخ أزهريين؟ لا ما في. طيب أساتذة مدرسة يا حج؟ مين كان؟ عمه إبراهيم مصطفى. نعم.
أخوي درس، أخوي حسن درس، درس الأستاذ عبد الله فضل، عبد الله فضل وحسن جبر، عبد الله جبر، عبد الله جبر، لا عبد الله جبر ما كانش في البلد. مش مشكلة حجي، كان مدرس المهم. يعني بعد البلد. آه. أثناء البلد حجي، بس يعني كان يدرس، لو كان خارج البلد يدرس. آه. لا ما كان عبد الله جبر، كان خرج هو في المدرسة قبل ما يطلع يعني. نعم. على ما طلع من سابق الطالب. طيب كان عندكم أطباء يا حجي؟ كان في الشيخ وكيم، هذا اسمه عيسى وكيم مسيحي من نفس البلد هو. نفس البلد. وكان في مدرسين المسيحيين يا حجي؟ مدرسين كان فيها، كان في نبيه اسمه ابو حسين. نبيه ايش؟ نبيه كله نبي مدرس، كان في المدرسه المسيحيه في الدير. نعم. كان في بعض مدر جانينا، في واحد نسينا سميهم بس نبي هذا يعني جارنا بعرفه يعني بعرف ولاده. طيب بعد الحجاج ناخذ استراحه ونتابع حديثنا ان شاء الله.